دبل فجيرة، عدل دبل فجيرة، 1-1 الآن عن طريق ياسين البخيت. ياسين البخيت يفاجئ الجميع ويسجل هدف، هدف التعادل الآن. شوف تدخل جمعة سعيد ولكن لم يلامسها، بل هي تتهادى وتذهب للمرمى. 1-1 الآن، عدنا من جديد للتعادل الآن، عدنا من جديد للتعادل. هل يعني على فكرة أذكر معلومة بسيطة فقط، لم يحدث التعادل.